هنلاقي تصور كانت للتنوير مختلف، مش مخالف، لكن هو بيركز على جوانب أخرى. هنبص نلاقي في مقال التنوير بيخلي المهمة الأساسية للتنوير هي نقل الناس من حالة القصور إلى حالة الرشد. القاصر اللي هو يعني طفل، والإنسان الراشد اللي هو بقى عنده قدرة على استخدام عقله. لكن المسألة مش بالسن، المسألة في الحقيقة إنه الناس تقريبا في أغلبهم بما فيهم الستات، بل وأكثرهم الستات كمان على حسب المقال، يعني أطفال وما بيستخدموش عقولهم. وبالتالي يعني لكي يسلك أي شيء منتظر توجيه من شخص آخر. ومن هنا هذا السلوك بيبقى مش مبني على الاختيار الفرد، وبالتالي الفرد نفسه بيتعامل على انه مش مسؤول عنه، بس هو بيعمله وخلاص لانه مش قادر يشغل ذهنه. ومن هنا هنلاقي الناس، وده بقى المشكله اللي كانت بيلاقيها مهمه ولازم يعني التنوير ياخد باله منها، انه الناس بتستمرئ هذا الوضع ولا تحب ان حد يقول لها ثق في نفسك واختار عقلك وشغل دماغك. مش عايزين، هم مبسوطين كده وعايزين يستنوا توجيهات من الاخر، اللي هي فكره التوصيه. وبالتالي هو بيبدا يعني تقريبا من اول فقره في المقال يقول شعار التنوير هو فلتكن شجاعا وتكون لك الجرأة على أن تستخدم عقلك بنفسك. هلاقي هنا الخطاب موجه للفرد مش للدولة، ومش مهم جمهور الناس، المهم أن كل واحد بيقرأ يتعامل مع نفسه على أنه هو هذا الشخص الذي يتوجه إليه كانت. طبعا دي إشارة مهمة جدا أنه كانت بيضع الفرد في المقدمة وبيخلي التنوير موجه إليه. وهذه الفكرة يعني أساسا واخدها من فيلسوف ألماني آخر معاصر ليه اللي هو موسى مندلسون، اللي هو كتب قبل 1784 مقال كانت، برضو قبله بشهرين فقط ظهر مقال لموسى مندلسون بعنوان ما معنى أن تنور، استخدم الفعل. وكانت طلع المقال بتاعه بعده بشهرين يعني، بس هو كانت بيقول انه ما كانش يطاف ليه المقال يقراه. بس المهم انه في مندلسون ده هو فيلسوف يهودي، وتقريبا كل اسهامه في التنوير الالماني هو انه عايز يطبق منهج لوك على حاله المانيا وبالذات على اليهوديه، والفصل بين الدين والدوله، تحويل الايمان الى المجال الخاص، وتحويل السياسه الى مجال عام من حق الناس تشارك فيه، وانه ما ينفعش للحاكم ولا للكنيسه ولا للمعبد اليهودي انه يجبر حد على اي ايمان. لكن هو في عند مندلسون في مقاله بيقول اولا ما فيش حاجه اسمها الانسانيه، انه تقدم الانسانيه، سعاده الانسانيه، ولا يوجد شيء اسمه النوع الانساني. معيار الحكم الوحيد على فعاليه التنوير هو الفرد. فشوفوا هو عايش ازاي، هل اكتسب حريه؟ هل اكتسب استقلاليه؟ يبقى كده التنوير شغال. انما فكره هنبني سعاده النوع الانساني والحاجات دي، كل دي بالنسبه لمندلسون نوع من الاوهام. طبعا لا، ما زال كانت محتفظ بانه ينبغي للبشريه ان تحلم بمستقبل اسعد، وانه لو ما الحلم ده مش موجود هيبقى التنوير تقريبا ملوش لازمه. فهو ربط التنوير ايضا بفكره التقدم العام للنوع الانساني.